بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قبل أن ننتقل للشيخ حازم، بس يحضرني موقف، وأظنكم الكل على علم بهذا الحديث، من الأقرع بن حابس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمات عليه، فوجده يقبل الحسن والحسين، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمات عليه: وما لي أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. كونوا رحماء فيما بينكم، كونوا رفقاء فيما بينكم، كونوا هينين لينين. حرمت النار على كل سهل هين لين. إياك أن تظن بأن العنف سيأتي بنتيجة إيجابية، العنف لن يأتي إلا بعنف، والرفق لن يأتي إلا برفق.